المفروض ان اي حد بيشتغل اي شغلانه يكون يا اما هي تخصصه اللي درسه يعني هو يشتغل فيه كتير وكده، زي مثلا الدكتور، فني اللحام تحت الميه، المهندس، يا اما حاجه هو شاطر فيها وعارف زخانقها بقى جايبها من تحت كده، المنجد، الميكانيكي، المحامي مثلا، يا اما بقى تكون موهبه، يعني واحد عنده موهبه اللي هو الايماجي مثلا والترزي، المطرب، النشال، دي مواهب، موهبه من عند ربنا. يا اما بقى حاجه يكون تكوينك الجسماني يأهلك ليها، البودي جارد، الرقاصه، والحاجات دي محتاجه مؤهلات خاصه علشان خاطر تعرف تعمل كده، باستثناء الموظفين طبعا مليون مؤهلات، بس انا بصراحه بتلخبط معاهم شويه، ما بعرفش احكم عليهم. لكن لا 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 لا، بص اقول لك على حاجه، اوعى تقول ان في شغلانه مهمه وشغلانه مش مهمه. خد بالك كل الشغلانات مهمه. يعني مثلا الراجل اللي بيقف بمناديل في الحمام ده مثلا، الناس تقول لك ايه ده، ايه فايدته؟ يا خبر ابيض، ايه فايدته؟ لا انا اقول لك ايه فايدته. تخيل انت دخلت الحمام ولقيت المناديل جوه لوحدها من غير المدرب بتاعها، ممكن تهاجمك، ممكن تأذيك يا اخي. ما هي ما تعرفكش، هي مش مؤلفه عليك، الانستراكتور بتاعها مش واقف جنبها موجود معاها كده، انت مش هتعرف تستخدمها. بعدين لازم يكون في حد مختص يشوف مشاكل الموضوع، عيوب الصناعه وبتاع، هتحتاج جوه. ما يعني فيش حاجه مش مهمه. طبعا هو ساعات بيبالغ شويه لما يديني المنديل يقول لي كل سنه وانت طيب. يعني انا مش حاسس ان دخول الحمام مناسبه سعيده لدرجه انك تهنيني. بعد الشر ما هيش من السنه للسنه، لا ده مكاني الطبيعي، باجي كتير وبمشي البيت بيتي يعني. لكن هو مهم؟ لا مهمين. عندك مثلا كمان عامل الاسانسير، ممكن حد يقول لك يعني هو بيعمل ايه يعني؟ لا بيعمل كتير. معلش يا سلام، تعرف تسوق اسانسير كده؟ تعرف تاخد الغرزه من السابع للتاسع دي، الغرزه اللي بياخدها دي، شوف ايديه على الزراير، شوف الفن ملاحظته للاضاءه بتاعت، انت غمز له غمزه هو عارفك، واخد بقى، عارف انت ساكن في الدور ال30، ياخدك من الارض لل30 حته واحده من غير ما يقف في محطات ولا ترانزيت ولا قرف. البشر كلهم واقفين طالبين الاسانسير، مفيش ينفض لكل ده، وعارفك، شفت الخبره، فنان هو. يعني عامل الاسانسير ده بيقوم مثلا بدور المحرم، تخيل اتنين لوحدهم في الاسانسير وهو مش موجود. انت فاهم بقى. عندك مثلا ايه، عسكري المرور اللي بيشاور للعربيات انها تمشي والاشاره خضراء، ويشاور لهم تقف والاشاره حمراء، تقول لي فين الاضافه؟ اسكت، ما تقولش فين الاضافه، الاشاره فتحت وانت داخل خلاص معدي، بعدين قلبت وانت في نص الشارع، الاشاره دي حته حديد، دي ما عندهاش مشاعر حضرتك. لازم الراجل ده يقف، ان اعدي ما تعديش كده، يظبط الدنيا، يسيطر على الموقف. طب افرض ان انت دلوقتي مثلا واحد تاني ما بيعرفش يقرا ولا يكتب وعنده مشاكل في الالوان، نشوف بقى اخضر واصفر واحمر وبامبي اصلا في اشارات بتبقى منوره كل الانوار في نفس الوقت، البني ادم اللي واقف ده هو اللي محرك المساله، هو اللي مخلي المسائل طريه. يعني يا ريت بقى ان نفكر بره الصندوق ونبطل نصدر احكام بشكل عنيف كده. في بقى السايس اللي بيظهر لك فجاه وانت خارج من الركنه خلاص، هوبا يقوم جاي يوجهك بقى، عارف النوع ده؟ بص يا باشا، اكسر شمال واطلع على طول كده في الشارع على طول. لا والله فعلا امشي في الشارع على طول ممكن. طب وبعدين بعد ما امشي على طول هتسيبني لوحدي؟ ارجوك ما تسيبنيش لوحدي، خليك معايا، كمل معايا، دلني، ارشدني على بيت مستقبلي، امشي ازاي؟ تعالى قول لي، يعني انا بقول احسن ما يشحط برضه ولا يمد ايده.